قلنا الحمودي هذا النادي اللي انغلبتوا من عنده 4 اليوم صار شيس ويا الشرطة. تحياتي لك. أطلب طلب الحمودي أحمد، يعني أرجوك وأنت أخونا إن شاء الله. بدون انت لا بالعكس، احنا ما عندنا شيء اخونا، لا عليه ما تجاوز اخونا، وبالعكس واحنا جمهور يعني حضاري ما عنده كل اشكال، وهذا عمي كبير معروف خاف يعني هم يردونا موجودين الحمد لله، فما عندنا تجاوز. اطلب منك حمادي احمد بالاخص ان الباشر احد يبدي دوام المحاكم العراقيه الساعه بيش بثمانية، يخلص بيش بالثنتين، ان تقيم دعوه قضائيه على نادي القاسم، طونا جولين المدافع والجولتشي، فرحمه على امك وابوك وباشر تسوي استماره كامله، يعني واستماره شنو حلوه للقاضي، تكتبها كتابه بالحاسبه. اللي يقول لك يعني الدور انحسم والدوره الدور طويل، يعني احنا كنا مرحله ولا مركز سادس، لسه احنا بالاول، الدور صعب. اللي يقول لك الدور شرطاوي الدور جويه، هاي كعنا عاطفيه يعني نطيح ان نفرح قلوبنا، بس الدور صعب والاداء مال الشرطه مو زين، يعني جاي نفوز عليك يا الله. اليوم الفوز مهم لان تعرف اقرب منافسين لك الجويه وفرق نقطة واحدة، وإن شاء الله صدارة باقية، بس كلمة واحدة الحمادي، أتمنى تراجع يعني المرحلة الأولى وتشوف فريقك منو فريق الحكام، الشرطة لو الجوية، أتمنى بس تراجع فريقك وإن شاء الله 18 جزاء للجوية بالمرحلة 18 جزاء 18 يا دور احنا احنا احنا, احنا داعمين لدور المحترفين، ما نقدر نحكي، احنا انظلمنا هواي بالتحكيم، بس ما نقدر نحكي احتراما الدور المحترفين واحتراما لعدنان درجال. بعض الجمهور ما جوية شي نشرون، يقولون احنا منافسنا بس الزورة، ما عندنا منافس. زين انت ما عندك منافس، وصار لك 3 سنوات جواي، لعد لو منافس اليوم وين انت بالمرحلة الثانية؟ وين انت؟ قل له بس قل له وين انت؟ غير اثنين بالدرجة الثانية بالثالثة بالرابعة، وحماد هذا تصريحك نقع واشرب مية، ولا تجي تنسحب الله ومحمد وعلي. كابتن هاشتاج جديد الجماهير الشرطاوية، علي ما يمشي حجيك حط له رجلين، علي ما يمشي حجيك حط له رجلين. هاي رسالة الى جماهير الفرق العاشره واجواء المنافسه بالجولات الماضيه. الشرطه افضل فريق بالعراق الموسم السابع على التوالي، واليوم فوز مستحق، اداء ونتيجه من مباراه الى مباراه رتم الفريق نحو الافضل. ان شاء الله هذا الدور لنا وما يروح. الجويه نقول لكم روحوا ناموا احسن لكم، لان دور ماكو وبايش جهز الشباب، احنا نعطيكم دوري مستحيل. الدوري ان شاء الله اخضر، والجماهير هاي الجماهير كل اسلحه الدوري اخضر ان شاء الله، ماكو منافس. اذا ينافسون الجو يا اخي ينافسون وين الزوره ان شاء الله، والدوري وحد الشرطاوي رقم واحد. كابتن حمادي عندنا مواس، اقع على راسك حيل حمادي، اقع على راسك حيل حمادي. حمادي وين تريد توصل؟ خاف ما عندك زلم تاخذ ثار من القاسم، هاي احنا 3 مرات ناخذ ثاركم مال 4 لو ناسيها، احنا الزلم احنا ناخذ ثار، انتم ما عندكم زلم تاخذ. احنا مبروك لفريقنا 3 نقاط، مبروك. انا هاي المره الخامسه والسادسه اقول هاي النقطه المهمه، هاي الفرق خلينا نحسب لها حساب اكثر من الزوراء والجويه والطلبه. يا اخي هاي الفرق تستقتل اعمال الفرق القويه، تريد تصير مركز الوسط او تبتعد من شبه الهبوط. قافلين نادينا، قافلين الثالث على التوالي، الهاتريك قوي من الجويه، المنافسه صح قويه من الجويه، بس احنا ما نفكر لهم ان شاء الله هالمره احنا ويا زورا، ان شاء الله زورا اي اللعبه ونصعد على الجويه بعيد ان شاء الله. احنا عتبنا شويه على كابتن مؤمن سليمان، نقول له كابتن العب بهجوم، لازم تلعب بهجوم، جاي نضغط شوط الاول، نريد نحسم شوط الاول ونرتاح. الف مبروك الصداره وان شاء الله النوارز ما تقصر. دق على راسك حيل حمادي، دق على راسك حيل سمادي، دق على راسك حيل سمادي.